شاولاو. استمتعوا بجولة الشواطئ مع اتصالات المغرب. صابر تهنا. السلام عليكم، مرحبا بكم في يوميات جولة الشواطئ. احنا دائما في مدينة السعيدية وهي من احسن المدن المغربية الساحلية. علاش؟ لان كتوفر على شاطئ جميل بزاف. دراري ما سخاوش بهذه المدينه هذه، وانا ما سخيت بها، ولهذا مازال باقين هنايا ان شاء الله. دابا غنشوفوا الفيلاج ديال الجوله اشنو مخبي لنا من مفاجات، ولكن قبل نخليكم مع هذه الصور. كتوفر فضاءات الأطفال أنهم يلعبوا وينشطوا، ولكن كتعلمهم كذلك كيفاش يحترموا قوانين السير. مثلا هذه اللعبة، هذه أنت صايق وكتلعب، ولكن كتعلم كيفاش ما تحركش الضو، تحترم قوانين السير. واحد القضية، اللعبة مجانية، ولكن راه إلا مشيتي تحركتي الضو ولا ما احترمتيش قوانين السير مشاو لك النقاط. ياك ما حركتش الضو أواه مشاو لي النقاط. الجمالية ديال الشاطئ السعيدية كتستقطب مجموعة من العائلات، وخصوصا جولة اللي فيها مجموعة من الفضاءات اللي كيستافدوا منها الناس. كي جاك الفضاء ديال الجولة؟ ايوا، الفضاء ديال ماروك تيليكوم كيوفر الفضاءات للأطفال الصغار، وهذا هو اللي كيجي من هنا، هو الفضاء الخاص بالأطفال المتنوع، واللي كنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم كاين الإعجاب ديال الجميع. وحنا أبناء الجهة الشرقية كنحبذوا هاد الفضاءات هادو الخاصة للأطفال.